تاريخ حافل للمملكة العربية السعودية خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية. دابت المملكة منذ نشأتها على تبني قرارات اقتصادية معتدلة أسهمت في نمو النظام المصرفي السعودي بشكل متوازن، وجعلها بذلك أحد الأعضاء المهمين في قمة مجموعة العشرين. وتأتي مشاركات المملكة العربية السعودية في قمة العشرين تأكيداً على مكانتها في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولدورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية. من جانبه أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، وأشار إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 بمعدل بلغ 8.7% مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها حيث انخفضت إلى 8%. وأشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي. ونظرا لمكانة المملكة الاقتصادية عالميا، من المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في مجموعة العشرين إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما سيدفع إلى مزيد من التطور للقطاعات المالية والاقتصادية، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.